سناء مسوكل ربا وصفة دكتور عماد البهج. وصفة البهج، إذا غناخدو معلقة كبيرة ديال زيت الكبريت، وغنزيدو لها معلقة كبيرة ديال زيت الثوم. نخلطو هذا الخليط هذا وندهنو به الأماكن اللي عندنا فيها البهج، ونخليوها مدة ساعة ونغسلوها، على العلم أن هذوك الحوايج اللي كانوا على اتصال بالبهج اللي كنا لابسين ضروري ما نغليو الماء ونحاولوا نخشيوهم في هذاك الماء المغلي جوج ثلاثة المرات عاد نخرجوهم. لأنه كيقدر يبقى فيهم. نعم، حيت كتبقى داك الآثار، وخا الإنسان كيتعالج كيعاود كيقول لك علاش رجع ليا، لأنها كتبقى العدوى، كيبقى داك بحال تقول واحد البيض كيبقى تما ديال هاد الفطريات.